بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار اليوم الثامن من شهر كيهك المبارك، استشهاد القديس إيسي وتكلا، استشهاد القديستين بربارة ويوليانا، نياحة القديس الأنبا صموئيل المعترف، نياحة البابا ياروكلاس البطريرك 13 من بطاركة الكرازة المرقسية. في مثل هذا اليوم من سنة 304 ميلادية استشهد القديس إيسي وتكلا أخته. ولد هذان القديسان في أواخر القرن الثالث الميلادي من أبوين مسيحيين تقيين في بلدة أبي صير، وهي بلدة أثرية ما زالت باقية باسمها، تابعة لمركز الوسطى محافظة بني سويف، بها كنيسة أثرية قديمة. وكانا غنيين يكثران العطاء والصدقة على الفقراء والمساكين. سافر القديس إيسي إلى الإسكندرية لزيارة أحد أصدقائه، واتفق موعد سفره مع مجيء القديس بقطرة بن رومانوس إليها. فغار القديس إيسي من سيرته واحتماله العذابات، خصوصا أنه كان ابنا للوزير وقائدا كبيرا في الجيش ومن المقربين للملك. فتقدم إيسي إلى الوالي أرمانيوس واعترف أمامه بالسيد المسيح. وظهر ملاك الرب لأخته تكلا في بلدها وأمرها بالذهاب إلى الإسكندرية لمقابلة أخيها، فركبت مركبا وسافرت إلى هناك. وفي السفينة ظهرت لها القديسة مريم العذراء والقديسة أليصابات يعزيانها ويشجعانها. وكانت العذراء تقول: إن لي ابنا صلبوه حسدا. وكانت أليصابات تقول: إن لي ابنا قطعوا رأسه ظلما. ولم تكن تكلا تعرفهما. ولما وصلت إلى الإسكندرية انضمت إلى أخيها في الاعتراف بالمسيح، فعذبهما الوالي كثيرة، تارة بالهنبازين وتارة بالحرق. ثم سلمهما الوالي إلى ابنه الذي كان واليا على منطقة الخصوص ليذهب بهما إلى الصعيد. ولما سارت المركب قليلا توقفت عن المسير، فأمر الوالي المرافق لهما بقطع رأسيهما وبطرح جسديهما بين الشوك والحلفاء. وهكذا نالا إكليل الشهادة. وأوحى الرب إلى قس بناحية شطانوف يدعى مكريوس، فأخذ جسديهما ودفنهما بإكرام جزيل. بركة صلواتهما فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 237 ميلادية استشهدت القديستان بربارة ويوليانا. كانت بربارة ابنة رجل عظيم في مدينة نيقوميدية يدعى ديسقورس، ولشدة محبته لها أقام لها برجا لتقيم فيه، وأقام حوله الأصنام لتظل متعبدة للآلهة. رفعت القديسة بصرها إلى السماء من أعلى البرج وتأملت ما فيها من نجوم وكواكب، واستنتجت أنه لا بد أن يكون للكون صانع مبدع حكيم يجب له العبادة والإكرام. اتفق وجود العلامة أوريجينوس في تلك البلاد، فعلم بخبر هذه القديسة وتعطشها للمعرفة، وذلك عن طريق إحدى جواريها المسيحيات، فأتى إليها وعلمها مبادئ الدين المسيحي. فامتلأت بربارة بالنور الإلهي واعتمدت باسم الثالوث القدوس، وتناولت من الأسرار المقدسة على يد كاهن مسيحي. وكان في حمام قصرها طاقتان، فأمرت بفتح طاقة ثالثة كما وضعت صليبا كبيرا على حوض الماء. فلما دخل أبوها ورأى التغيير الذي طرأ سألها عن السبب، فقالت له: أما تعلم يا أبي أن كل شيء بالثالوث يكمل؟ فهذه الثلاث طاقات على اسم الثالوث القدوس، وهذه العلامة هي علامة السيد المسيح الذي به كان خلاص العالم. فأسألك يا أبي العزيز أن ترجع عن الضلال الذي تعيش فيه وتعبد الإله الذي خلقك وفداك. ولما سمع أبوها هذا الكلام غضب جدا وجرد سيفه ليقتلها، فهربت من أمامه وجرى خلفها
وكانت أمامها صخرة انشقت نصفين فعبرت من خلالها، ثم عادت الصخرة إلى حالتها الأولى، ولكن قلب أبيها كان أقسى من الصخرة، فدار حول الصخرة يبحث عنها فوجدها مختبئة، فوثب عليها كالذئب وجرها إلى الوالي ماركيانوس الذي لطافها أولا بالكلام اللين والوعود الكثيرة، ثم أخذ يهددها ويتوعدها، ولكنه لم يستطع أن يسلبها حبها للمسيح. عند ذلك أمر بتعذيبها بكل أنواع العذاب. وكانت هناك صبية صغيرة اسمها يوليانا تشاهد القديسة باربارا وهي في هذه العذابات المريعة، فكانت تبكي لأجلها. ثم رأت السيد المسيح يعزي باربارا ويقويها، فاستنارت بصيرتها وآمنت بالسيد المسيح، فأمر الوالي أن تعذب هي أيضا مع القديسة باربارا، ولكن لم تفلح وسائل التعذيب في تحويلها عن إيمانها بالسيد المسيح، فأمر بقطع رأسيهما بحد السيف. لما سمعت باربارا بأمر الوالي صلت إلى الله أن يقبل روحها وروح يوليانا، ثم تقدمتا غير خائفتين من الموت، فنزع السياف رأسيهما ونالتا إكليل الشهادة. بعد ذلك مات والد باربارا أشر ميتة، كذلك كانت نهاية الوالي الذي أمر بتعذيبهما. أما حوض الماء الذي كان عليه الصليب في قصر باربارا فقد صار لمائه قوة الشفاء لكل من يغتسل منه، وجعلوا جسدي هاتين القديستين في كنيسة خارج مدينة غلاطية، وبعد مدة من الزمان نقلوا جسديهما إلى مصر ووضعوهما في الكنيسة التي تحمل اسم القديسة باربارا بمصر القديمة. بركة صلواتهما فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 696 ميلادية تنيح القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف رئيس دير القلمون. ولد هذا القديس في إحدى قرى كرسي مصيل. كان أبوه سيلاس كاهنة، فأبصر في رؤيا الليل شخصا مضيئا يقول له: لابد لابنك أن يؤتمن على جماعة كبيرة ويكون مختارا للرب. وكان الصبي طاهرا مثل صموئيل النبي، ولما كبر ترهب في برية شيهيت عند القديس أغاثن، فأقام معه 3 سنين ضائعة. وبعد نياحة الأنبا أغاثن تفرغ الراهب صموئيل للصلوات والأصوام، فرسموه قسا على كنيسة القديس مكاريوس الكبير. أتى إلى البرية رسول من الوالي يحمل توماس لاون، وهو رسالة بها قرارات مجمع خلق دنيا الذي يقول بالطبيعتين والمشيئتين في السيد المسيح. فلما قرأه على الرهبان وطلب منهم التوقيع عليه غار الأنبا صموئيل غيرة الرب ومزق المكتوب ولم يوافق عليه. فلما رأى رسول الوالي ذلك أمر بتعذيبه وضربه، فصادفت إحدى اللطمات عينه اليمنى فقلعتها، ثم طرده من الدير. فظهر له ملاك الرب وأمره أن يسكن بجبل القلمون، فمضى إلى هناك وبنى ديرا وأقام فيه مدة يعلم ويتلمذ الآتين إليه ويثبتهم على الإيمان المستقيم. وبعد قليل هجم البربر وأخذوه معهم إلى بلادهم، وهناك وجد الأنبا يؤنس قمص شيهيت، فكان الاثنان يتعزياني معه. وحاول الرجل الذي سباه أن يغويه إلى عبادة الشمس فرفض، فربط رجليه مع رجلي جارية من جواريه وكلفها برعاية الإبل قصدا منه أن يقع معها في الخطية، وعند ذلك يوجهه حسب هواه، وبمعونة الله نجا من هذه التجربة. بعد ذلك مرض ابن سيده مرض الموت فصلى عليه وشفاه، فأحبه سيده كثيرا واعتذر له عن كل ما بدر منه، وعرض عليه أن يطلب ما يريد، فطلب أن يعيده إلى ديره فسمح له. وفي الدير اجتمع حوله أولاده الرهبان حتى بلغوا الألوف، وظهرت له القديسة العذراء قائلة: إن هذا الموضع يكون مسكني إلى الأبد. وقد وضع هذا القديس مواعظ ومقالات روحية كثيرة،
ولما قربت أيام نياحته جمع أولاده وأوصاهم أن يثبتوا في الإيمان ومخافة الله إلى النفس الأخير، ثم تنيح بسلام. ويوجد جسده بديره العامر برهبان تجاه مغاغة بجبل القلمون بالصحراء الغربية. بركة الصلوات فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 240 ميلادية تنيح البابا القديس ياروكلاس البطريرك الثالث عشر من بطاركة الكرسي المرقسي. ولد هذا القديس من أبوين وثنيين، إلا أنهما آمنا بالسيد المسيح واعتمدا بعد ولادته، فأدباه بالآداب المسيحية، فبرعا في الوعظ والتعليم، فأحبه البابا ديمتريوس البطريرك الثاني عشر ورسمه شماسة ثم قصا على مدينة الإسكندرية، فأقبل الجميع لسماع وعظه وتعليمه. وفي سنة 224 ميلادية ارتقى الكرسي المرقسي ورعى رعية المسيح أحسن رعاية، وجاء بالكثيرين إلى حظيرة الإيمان، وهو أول من نال لقب بابا من آباء الكرسي الإسكندري، وكان قبل ذلك يسمى أسقف الإسكندرية. بعد أن قام هذا البابا على الكرسي مدة 16 سنة تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. دفنار اليوم الثامن من شهر كيهك المبارك، تذكار الأنباء إيروكلاس البطريرك، شهادة القديستين بربارة ويوليانا والأنباء صموئيل وأبا إيسي وتكلا أخته. السلام لأبينا القديس البطريرك أنباء إيروكلاس الراعي المختار. السلام للأنباء إيروكلاس الكوكب العظيم المضيء علينا من قبل الرب. السلام لك أيتها القديسة الحقيقية بربارة ويوليانا الشهيدات القديسات. السلام لعرائس المسيح إلهنا. السلام لكما أيتها القديستان الحقيقيتان بربارة ويوليانا الشهيدتان القديستان. السلام لعرائس المسيح إلهنا اللائي سفكنا دمهن على اسمه القدوس. السلام للأنباء صموئيل اللابس الروح. السلام لرئيس الشركة. السلام للرئيس الذي لدير العذراء القديسة بجبل القلمون. السلام للنبي الذي سكن البرية مثل يوحنا بن زكريا. السلام لوضع الناموس والمجاهد في الرهبنة مثل الأنباء باخوميوس. السلام للوديع مثل موسى رئيس الأنبياء ومثبت الناموس. السلام لمعزي نفوسنا مثل بطرس أبي الرهبان. السلام للذي قطن في البرية مثل إيليا النبي الطاهر. السلام للذي لبس الطهارة الحقيقية منذ صغره إلى كماله. السلام للمزين بكل فضائل الروح القدس الباراكليت. السلام للذي استحق أن يصير خادما وعبدا حكيما لوالدة الإله. بصلواته أيها المسيح مخلصنا فرق أعداء الكنيسة لكي نجد رحمة ودلة أمامك كعظيم رحمتك، واغفر لنا خطايانا. قال الرب على فم داود المرتل الطاهر السمائي، قال: ما أحسن وما أحلى الإخوة إذا سكنوا معه. فهذا أكمله بعظم اجتهاد القديس أنباء إيسي وتكلا أخته، لأنهما سلما نفسيهما وحدهما بقريحتيهما إلى الشهادة على اسم المسيح، وقبلا الأتعاب التي للعذاب من أجل محبتهما في اسمه، وبهذا استحق وقت أخذ رأسيهما أن ينظر المساكن السمائية التي قال مخلصنا من أجلها: في بيت أبي منازل كثيرة. قد استحق هذه المساكن الأنباء إيسي وتكلا أخته وأبولونيوس ابنها وشريكهما بالحقيقة في الميراث القديس بولس الشهيد المختار بالحقيقة. بصلواتهم أنعم لنا يا ملكنا بالغفران كعظيم رحمتك. استيقظ جرو الأسد من جبل شيهيت فأرعبا كل أحد من زئيره الصعب. قام وهو نائم مثل شبل الليث وطارد جميع أعدائه فخافوا منه. أيتها الشجرة المقدسة المرتفعة في جبل أرمون فغرست فروعها في جبل القلمون الذي هو أبونا الأنبا صموئيل الليث العظيم القوي الذي خزق توموس لاون النجس الملعون. فكل الأوامر المقدسة التي لآبائنا الرسل
قد حفظتها وثبتها. يا أبانا أنبا صموئيل، صور لنا سيرتك وفضائلك المقدسة أيها الشيخ المبارك العظيم أنبا صموئيل، لأن الرب الإله ضابط الكل أرسل ملاكه وهداك بسلام إلى جبل القلمون، فدفعت نفسك المحبة للإله إلى الصلوات والأصوام، فصار لك طعاما نهارا وليلة، وأن العدو الشرير نبه إليك البربر وأخذوك معهم مسبيا بأعماله وصنائعه الرديئة، ففعلت في تلك الكورة آيات وعجائب أيها الطبيب العظيم مشفي النفوس والأجساد، ففضحت إبليس وشياطينه الأشرار بالنعمة الكائنة معك وبصبرك إلى التمام، فصار فرح عظيم وبهجة في كرة مصر في الوقت الذي ردك المسيح إلى مسكنك بسلامة. اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا. وفي هذا اليوم استشهاد القديسة بربارة، تعالوا يا حكماء الكنيسة لنسبح ونقول مدائح ونعيد بجسارة في عيد العذراء القديسة بربارة. ولنأخذ معنا الأرغن والعشر قيثارات وبقية آلات الموسيقى لنمجد الله يسوع المسيح الكلمة، ونكرم شهيدته القديسة بربارة ذات الوجاهة التي قبلت الموعظة وفضحت أباها ابن الشيطان بقوة المسيح ملك الدهور، وصبرت الفتاة الحكيمة بربارة العذراء على العذاب. من بعد هذا كله أكملت جهادها في اليوم الثامن من كهك، وارتفعت إلى السماء ونالت إكليل الشهادة وعيدت مع صفوف الشهداء، فلهذا نمدح جهادها مع الملك داود النبي العظيم، لأن الملك اشتهى حسنها وهو ربها بصلوات المجاهدة الشهيدة القديسة الحقيقية بربارة. يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. تعالوا كلكم اليوم معا يا أبناء الكنيسة لنسبح الملك المسيح بحق وطهارة، ولنكرم ذات الوجاهة القديسة بربارة العذراء الطاهرة الفتاة الحكيمة عديمة الشر، هذه التي أبوها المخالف بنى لها حمامة وأمر رئيس المهندسين أن يفتح فيه طاقتين، فقالت القديسة بربارة للبنائين أن اصنعوا طاقة أخرى كمثال الثالوث، وفوق حوض الحمام علامة الصليب، فصار الماء في الحوض يشفي كل مرض. فلما نظر أبوها إلى الثلاث طاقات والصليب غضب على ابنته بربارة الحكيمة الهادئة، فهربت من أمامه ودخلت تحت صخرة فأمسكها بغير شفقة عليها وسلمها للوالي فأمر بعذابها. أما هي فصبرت على عذاباتها المتعبة، ونالت القديسة بربارة العقوبة من أجل المسيح الذي أحبته ملك الدهور. فلنغبطها نحن المسيحيين مع داود المرتل ونصرخ قائلين أن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وزينك بكل نوع. اطلبي من الرب عنا أيتها الشهيدة المجاهدة القديسة الحقيقية بربارة.